ننتقل الآن إلى الموسيقى الشعرية في نص وكان الفتح للشاعر حسان بن ثابت. طبعا عند قراءة أبيات النص وتذكرها تبعث أبيات النص في النفس إيقاعا موسيقيا جميلا مفعما بالحركة والنشاط نابعا عن تفعيلات البحر الوافر التي تكررت في النص. من يذكرنا بأبيات الخمسة الأولى من نص وكان الفتح؟ علمنا خيلنا إلا نروها تثير النقع موعدها كداء تبارين الأسنة مصيدات على أكتافها الأسد الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرض عنا تمنى وكان الفتح كشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ممتاز محمد، بارك الله بك. إذن في هذه الأبيات نلاحظ هناك موسيقى تحدثنا عنها في درس الكتابة العروضية وكيف نستخرج هذه الأوزان ونقطع أبيات الشعر. هذا النص هو من البحر الوافر، ما هي الموسيقى الخاصة في البحر الوافر أو الضابط البحر الوافر؟ يقول: بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول. إذن هذا هو الوزن الذي يتكرر في كل شطر من عفوا هذا هو الوزن الذي يتكرر في كل شطر من القصيدة وهو من البحر الوافر مفاعلة مفاعلة فعول. طبعا هنا لدينا جواز أن مفاعلة تأتي فعلت. والصورة أمامكم طلاب، إيه أنسة واضحة، إيه إذن أنسة واضحة مفاعلة. إذن من جوازات البحر الوافر أن تفعيلة مفاعلة مثل ما أننا شايفين حركتين سكون ثلاث حركات سكون، ممكن أن تأتي في بعض الجوازات مفاعلة حركتين سكون حركة سكون حركة سكون. إذن تفعيلات البحر الوافر هي مفاعلة مفاعلة فعولا، وممكن أن تأتي مفاعلة بالتسكين. سنتعرف أكثر من خلال تقطيع البيت الأول من هذا النص. يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. طبعا تقطيع النص، ظهرت الصورة عندكم؟ ساسي أنت لسه ما ظهرت. ظهر الموسيقى طيب. الشعرية في نص وكان الفتح، بس ما ظهرت المثال. طيب بظهر المثال أمامكم، أعطوني خبر. طبعا تعلمنا في الكتابة العروضية أن كل متحرك يقابل بالحركة، والسكون نضع سكون، ثم نقسم هذه التفعيلات حسب ضابط البحر الوافر. نقسم التفعيلات في البيت، ومن خلال معرفة التفعيلات ومعرفة ضابط البيت نعرف كل نص أو كل قصيدة من أي. بالقصيدة الأولى التي مرت معنا رحيل الأحبة كانت من البحر الطويل، طويل له بين البحور فضائل، فعول مفاعل فعول مفاعل. نص من البحر الوافر مفاعلة مفاعلة فعول. طبعا من خلال القراءة الشعرية، من خلال قراءتنا وتمرسنا في قراءة الشعر، تصبح لدينا سليقة في تقطيع البيت الشعري حتى لو لم نقطعه بالورقة والقلم. عدنا خي لنا إن لم ترها تثير النقع موعدها كداء. التفعيلة الأولى أنسي بنحط واو الأخير. نعم كداء، نعم الحركة عفوا التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول والشطر الثاني تشبع، يعني إذا كانت حركتها فتحة تشبع بالألف في السكون، إذا كانت حركتها ضمة تشبع بالواو، وإذا كانت حركتها كسرة تشبع بالياء. مثل ما شايفين هون تروها فعول، كداء هنا أشبعنا الضمة بالواو وضعنا سكون،
عدمنا خي. لا التفعيله الاولى لعند حرف الخ الياء الساكنه مفاعل، لم مفاعلتن تروها فعول، تدير النق مفاعلتن عموعدها مفاعلتن كلامه فعول. طبعا نحن من اجل ان نتدرب اكثر بعد اعتبار يعني أول مرة معلومات بالنسبة للبحر الوافر تذكر أمامكم، أكلفكم بواجب وهو تقطيع البيتين في نفس النص من قول حسان بن ثابت: هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. أريد من كل طالب منكم أن يقرأ الأبيات في ذهنه ويحاول تقتجوت مباركا برا حنيفا أمين الله هشيمته الوفاء. طبعا قراءة عروضية، نحن مع التدريب بنتعلم. الواجب أنه بالبيت تقطعوهم مثل ما قطعنا البيت الأول وظهر أمامكم إلى حركات وسكون، وتضعوا التفعيلات تفعيلات البحر الوافر مفاعلة مفاعلة فعول، وترسل لي التقطيع على الخط.